منذ الصباح الباكر يتم تحميل عشرات الشاحنات والسكسويلات والباصات بالخضروات والفواكه والورقيات وتحميلها إلى القرى لبيعها على المستهلكين عن قرب. لا الحمد لله السنة متوفرة الفواكه والخضروات كل شيء، ما عدا الموز بس شوي مرتفع أسعاره. الجه بعد أول موسم جديد كمية خفيفة تجي، لأن السنة ابتدى رمضان موسم يعني في ما يقول متقدم رمضان السنة مو نفس السنة، الأسعار شوي مرتفعة. يعني لمية الكيل يبيعونها 45 دينار 40 دينار في ما تقول، يعني اللي بيبيع بالكيل وما يصرف إلا نص دينار كذي الكيلو، إيه 500 فلس. أتوقع في ما تقول عقب شهر رمضان إن شاء الله شهر 6 شهر 5 شوية تنخفض الأسعار. السبب لأن توفر هاي اسمه الجيح وده توفر في شهر 7-6 يجي كميات كبيرة تالي. الموسم اليمني حتى لو يجي ما يجي كميات كبيرة، بس الموسم تالي إذا جاء الإيراني وجاء السوري وجاء الأردني يجي كميات كبيرة فينخفض السعر.